يقع الجبل الأخضر بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وهو جزء من سلسلة جبال الحجر الغربي، ويبلغ متوسط ارتفاعه نحو 2000 متر. نخوض هذه المرة تجربة نزول أحد أجمل الأودية وأصعبها بالجبل الأخضر، وكانت نقطة الانطلاق من قرية مناخر مروراً بباطن الوادي والانتهاء بولاية تزكي. وادي حلفين. هذا الوادي العميق والذي يتميز عن باقي الأودية بوفرة المياه طول العام وشلالات العالية التي يصل أعلاها إلى 140 متر. بدينا رحلتنا مشي لساعة ونص نزولا عند أول بركة مائية عذبة، والنزول مسافة 30 متر. جميع الشلالات العالية كان النزول فيها مقسم ما بين 3 إلى 4 مراحل لسهولة النزول وزيادة الأمان. لأن الجو بالجبل بارد شهر نوفمبر، أكيد المياه بتكون باردة جدا جدا. باردة برد. Thank you.
ما اسمع. بعد يوم شاق وبارد وصلنا لنقطة المبيت بوسط الوادي حدود الساعة 5 العصر. قمنا بتنشيف الأغراض والحبال والاستمتاع بليلة جميلة وهادئة مع أصوات الشلالات القريبة ومشاهدة النجوم. وفي الصباح الباكر وضبنا أغراضنا مع وجبة خفيفة من الشوفان بالعسل. بعدها واصلنا الرحلة والاستمتاع بالبرك المائية والشلالات الباردة الموجودة على طول الوادي.
مجانين. برد ها؟ برد برد برد. نظف نظف نظف. معك التمارين؟ نظف طيب. بعد آخر شلال وصلنا المشي بالوادي لمسافة 6 كيلومترات، وكانت الغيوم المتقطعة تغطي سماءنا، مستمتعين بالمشي بعد رحلة جميلة وشاقة جدا. نمشي على فلك وادي حلفين الأثري، والذي قد يصل عمره لأكثر من 300 عام تقريبا. وادي حلفين ما مثل أي وادي بعمان.